السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات ذيرز بي. إن شاء الله هذه الحلقة بخصوص الفيسبوك أيضا، وهي كيفية إلغاء خاصية سين أو في عندما يرسل لك الشخص رسالة وأنت تقرأها ولم تريد أن تجاوبه، يعني أن تقوم بإجابته، وهو ينظر بأنك قرأتها ولم تريد إجابته. إذا تابعوا مع هذا الشرح وسوف تعرفون كيف يتم إلغاء هذه الخاصية. إذا الآن ندخل على هذا الرابط الذي راح تلاقونه أسفل الفيديو. إذا ثم تقوم بلصقه هنا وتنتظر 5 ثواني. إذن ويضغط هنا تخطي الإعلانات وانتظر حتى يتم التحميل. أي استفسار أي مناقشة يمكنكم زيارتي عبر هذا الرابط www.facebook.com/muhammad.l.lawzi. اذا كما تشاهدون هذه هي الخاصية، سنقوم هنا بالضغط على مجانا، وهنا تضغط على اضافة، هل تريد اضافة فيسبوك شات برو، تضغط على اضافة ثم تنتظر. وكما تلاحظ هنا هي الخاصية انطبقت. اذا مثلا هنا تريد تعطلها الى 5 دقائق او 10 دقائق او 30 دقيقة او ساعة، او تريد حذفها نهائيا، تضغط على سيتنج، وهنا كما تشاهدون هنا سين، تضغط على هذه العلامة هنا prevent your friend see you have viewed a message، ستضغط هنا على هذه الخاصية. وهنا ايضا لا عفوا، هنا عندما تكون او عندما تكتب اي شيء اليه، اذا ان اردت ان ترسل له اي شيء وهو ينظر هل انت تكتب ام لا تكتب، اذا هل تريد حذفها او ام لا تريد، ف رايك. وعلى ما أظن هذه هي الخاصية، إن شاء الله تكون في المستوى. ما عليكم زيارتنا على القناة وبالضغط على سبسكرايب ليصلكم جديدنا عفوا. وإن أردتم أي شيء ثانيا من سيمو بوستا، هو الشخص الثاني الذي سيحضر قناة الذي سوف نعمل عليها نحن الاثنين، نشكرها جزيلة الشكر. اذا عجبك الفيديو ما عليك ستضغط على اعجبني وتعليق ايضا ان اردت. اذا ودمتم في رعاية الله، في درس اخر ان شاء الله.